جوهرة وعليها الكلام. مرحبا بكم من جديد في إطار رحلتنا توثيق تراث مدينة سوسة. اليوم فريق سوس تي في متواجد في المدينة العربية في استضافة سيد منصف. سيد منصف هو من كبارات الصيغية اللي في المدينة العربية. حبينا نعرفه أكثر عليها، على صنعته هذه، على مهنته هذه، على تاريخ الصيغة بالنسبة لمدينة سوسة. صباح الخير سيد منصف. مرحبا بكم، نشرفوا بكم. سي المنصف، لو كان تنجم تحكينا شوية على تاريخ الذهب قبل، كيفاش كانوا يزفوا العروسة الساحلية، كيفاش كانوا يهديوها الذهب، تاريخ الذهب من قبل وتوا. قبل كانوا العروسة يزفها بالفضة، ومن بعد تطورت شوية ولا يزفوها قطع ذهب، وعملت تطور المسألة حتى ولات وصلت معناها بالذهب كله. سي المنصف، لو كان نبداو معاك يعني رحلتنا في قصة الذهب، كيفاش كانوا يزفوا العروسة قبل، كيفاش كانوا يهديوها الذهب، كيفاش المهر متاعها في الذهب، كيفاش كانوا يهزوا للعروسة الساحلية؟ الساحلية في كل بلاد ورزان هنا، مثلا مكنين شيء، سوسة شيء آخر، نستير كل البلاد وتهز الذهب متاعها. مثلا نستحب نتوما متاع سوسة، سوسة مثلا يهزوا البسط العربي هذاك، تحب نوريهولك ونشوف البسط هذاك. فهمت هذا، يهزوا البسط، يهزوا فرد الحلاقم، فهمت فيدها، تراح حسين فرد الحلاقم والبسط هذيك، فهمتني، كان مادام توصل. وعن البنوزة، مدح حسين هذيك البنوزة، هذه سوسة. والستوار، هذا ستوار، وهذه البنوز، هذا مفردي، ترى البسط حسين العربي، باهي، هذا من الخمسينات يهزوا فيه شيء، هذا من الخمسينات وقعد حتى توا ما ماتش شيء هذا، هاكا هاكا، هذا مثلا تاع قبل، هذا، وبدأوا يطوروا فيه، ولاو هذا، ترى بروش حسين فرد بروش، هذه توا صارت كاملة، هذه شركتها، هذه البلاد نتاعها. وعند الفرد نتاعها يا بنوز هذا يا يحط له فرده مثلا كما هذه، هذا البنوز، هذا اللوح، اللوح الوحيد في العالم اللي يغطس في البحر، اللوح الكل يعوم، اللي هذا يهبط منه. فما ليفوار، ترى فرد ليفوار، وذيك الفرد نتاع فواد، هذا اللوح لبان بالسوري بالعربي البنوز. فما ليفوار هذا، شفتوا هذا الخرطوم نتاع الفيل، فهمت هذا، أو تطور هاكا هي كيف كيف، أما تطور الحكاية. هي عاج هذا، صح العاج من الكوت ديفوار، العاج تاع الفيل هذاك، يبردوه يبردوه فرد هاكا، تطور حتى على السمت هذي أغلى، خاطر ليفوار أغلى من اللبان، فهمت؟ لا لا، وهذه ذهب صافي، هاكا، أما هذوما الفلوس يسخان دياموند تاعها، وليت نحل يعملوا الخرخال، الخرخال تحني به العروسة. خلخال الذهب هذايا، فهمت هذا، ويعملوا لها هاك القلايد هذا كالجوهر مثلا نوريك، لازم نعملوا صافي جوهر، هذه حتى في نتاع الخطوبة، هاك الجوهر هذايا، هذا بير دي كولتيور، جوهر شركة الفرد وبلاتها، فهمتني. يا حسين والحنوشة، ترى بدي حنوشة دياموند، حنوشة
اللي لاباس عليه مثلا يمشي يهدي لها حنوشة ديال مونس. شنو هذا وقتاش يعطيوها سي المنصف الحنوشة هذه؟ يعطيو نهار الصباح مثلا صباح هذي. أو الصباح الفرح نشحموها ولا حماسة صباح الفرح نش. نعم. يعطيك مثلا قبل هذوما في الشر كي يجي ياخذ امرأة إنسان يشطر عليه خلخال فضة هذه فضة مليان مقياس فداها خلة في صدرها وكيبدا معناها متسر اموره يزيد ياخذ لها ونيس هذا ذهب هذاك شرط العوسه ويعرس على روحه مش يقبل اللي ما يقدرش ينجم ياخذ هذوما ويعرس على روحه يعرس بهذوكم ينجم هذا في الشرط والمدن ما حكيت لك على الباست ولا كذا بدات تطور بشوي بشوي المقياس هذا تبدل تو معناها بعض المقياس فضي يبدل يجيب لك مقياس هذا هذا زي لبس هو هذا مثلا نعمل هذا مثلا 200 الف هذا يعمل 4 ملايين هكذا على نص البحر والخلة زي ولات الذهب هذا ولا لاباس عليهم جماعة ما يشري لك الذهب ها هي بس تخلي هذه ذهب وهذه فضة والخلخال زاد الخلخال هذا ولا هذا خلخال ذهب بدلوا زي هذوما جماعة شر ولا لاباس عليهم ولا شيء عبد الرزاق لو كان تحكينا على تاريخ السوق سوق الذهب هذا المعروف سوق اول سوق ذهب في البلاد العربية كيش تحكينا على جو قبل وجو توا على تاريخه بصفه عام والله الجو كان قبل خير من توا برشا توا تشوف فيه هذا السوق انتم السوق اللي في وسطه هذا هو السوق اما للطر كل ما كان السوق اني مثلا خدمت بقى مع عروس حواس بويا خدمت اني دخلت معه من عام 74 15 عام عمري تو ما شاء الله عمري 56 عام نخدم الحمد لله هذا سوقنا كان كما قال لك بكري زميلي موريس اليهودي هنا بل لحد الخميس احنا عندنا سوق لحد الخميس ما تلقاش حتى بدي تدخل من هنا من الزحمه من السوق تو ما عادش حتى اليهود كانت عندنا برشا كانت عندنا تقريبا فوق ال 15 و16 يهودي تو عندنا تقريبا يتعدوا على السبعه مش مازال حيومه شكون مازال اخر مازال هذا كان حيومه معنا من 15 ما عادش يهودي معنا هنا ونخدموا مع بعضنا وعايشين بمرض الله. اما الخدمه اللي كانت قبل ما عادش تو. وكانت محبه كبيره ياسر بين اسمع على حكايه المحبه هذه انت سالتني سؤال هي ياسر يعني ماذا بيا نجاوب عليه. كانت هنا الزملاء الصيغيه مع بعضنا نحبوا بعضنا برشا وكلمتك صحيحه هذه واحنا قبل اللي تلقى طريق في الحانوت كنا نخدموا في خدمه كبيره ياسر. وحتى معناها الزميل معناها كيف اليهودي كي العربي ما ثماش فرق بين يهودي وعربي معناها نحبوا بعضنا وكما قال لك تو زميلك والله صدقني نبعثوا لخويا نبعثوا لصديقي نبعثوا لجاري تو اللطف ما عادش تو تعرف حتى بين الخو والخو ما عادش فما بكل ما عادش شكل اللحمه ما عادش المحبه الباهيه تو اسمع نبدا واقفين في الشارع اي كل يبدا تفضل نبدا اللطف يبدا ينهشوا فيهم ينهشوا في المواطن معناها شكون ياخذ البيع علاش من قله الخدمه ما عادش فما خدمه تو تو اللي كنت تدخل في السوق تي الخميس ولا حد صحراء هنا في السوق. سي عبد الرزاق كيفاش يجي كيفاش يقبل الذهب كيفاش يجي كنت تحكي لي قبل كيفاش بوك يجيبوا من ايطاليا كيفاش توا قبل كانت الخدمه قبل قلت لك احنا قبل لاني نثبت على بايا حلك الجيجوز حكوك الجيجوز البيض تثبت عليها موريس ها وتبدا اني قاعد بحذا بايا لهنا تجيب كعب الليره تو ما عادش فما خدمه تو ولين الحاكم كبس ياسر ما عادش فما خدمه فما كان تو فما كان الكميه ما عادش واخذينها الناس خاطر ما عادش فيها فلوس كما قلت لك بك الكميه قبل انه يربحوا فيها بالزمنيه وزمنيه ونص تو الكميه فيهاش 100000 ولا 150000 تو الكميه قاعده عند الحاكم ما عادش يهزها ما عادش المواطن لا عنده كميه تو احنا قبل كانوا يعديه ولا ياخذ الكميه كانوا خذيه كما عندنا تو خذي البكالوريا مش هكا والله خذي الدكتوراه معناها تصور انت الكميه تصور في 300 ونص تو الكميه ما تصورش ما تلف ما عادش واخذينها قعدت عند الحاكم لوحه ما عادش ناخذها علاش؟ اولا من قله الربح في الكميه وثانيا من قله الخدمه ما عادش فما خدمه بكل. سي عبد الرزاق لو نخليو لك انت كلمه الختام شنو تنجم تحكي لنا على الذهب على العمله هذه اللي قبل وتوا اعطينا انت كلمه الختام. والله الذهب تو
غلي برشا الذهب تو. أنا قبل خدمت مع بايا أنا بعته ب6000 الجرام وبعته ب5000 الجرام. تو يحيك الحي ذهب احنا نبيعه فيه في الثوق 18 بال 75 ل 70000 والتكسير ناخذه فيه وصل حتى ل 60000. ما معناها تو حتى المواطن ما عادش قادر. تو المواطن اللي مش ياخذ مراه تو منين باش يجيب الذهب؟ احنا تو ولينا شنو عملنا تو؟ ولينا نخدموا في الذهب ذوق 9 باش نخفوا على الناس شويه. فما ساغات ذوق 9 تلقاها ب 800 وب 900 حتى المليون، والساغات ذوق 18 اقل ساغه تلقاها ب 1800 تو حتى 3 مليون ونص. الناس ما تقدرش تو هانوا يتفاهموا معناها بين معناها الاولاد والبنيه فهمتني ولا مع بعضهم ويجيو لهنا فيعوض ياخذوا معناها ساغات ب 3 مليون و 4 مليون. نمد لهم اني عندي فرادي في عوض ياخذ فرده ب 12 مليون نعطيها له ب 6 متر، في عوض ياخذ ساغه ب 2 مليون ب 2 مليون ونص نعطيها له، واني عندي نعطيها له بمليون نعطيها له ب 800. فهمت؟ الناس الخطر تو ماش تقدر خدي تو البنيات اللي قاعدين في الديار تو والعزاب اللي مش لاقين باش يعرسوا بلاش. هي الحكايه مش بلاش راهو الناس كون تجي لهنا تو حتى الخوصه اللي مش ياخوها ب 190000 ذوق 18 ما عادش عنده ياخذ في خوصه ب 60000 ب 70000 في ذوق 9 معناها نحكي لك. قبل احنا كنا نخدموا بخدمه قويه ياسر حتى في ذوق 18 تو حتى في ذوق 9 ما عندها معناها نقص شويه في السوم ل 18 وما عادش لاقي الناس ما عادش لاقيها خدمة. ما عادش كيما قبل، كانت قبل الخدمة ما شاء الله قلت لك والله الخميس ولا حد لا تلقى كيش تعدى وتو ولا غالب ما عادش وكثر التو كثر التو بالاخص تو شفت حوانت اللوطة شيء كبير. سوقنا هنا هذا القديم تو مات ما عادش يخدم معنا كالعادة. شكون يخدم تعرف شكون يخدم في السوق هذا؟ كانش القديم اللي كيف يلي خدم احنا عندنا كليوناتنا يجيونا بالذمة لهنا وياخذوا معنا. اما خلاف كاكا صدقني الخدمة كان لوطة في السوق.